خلاص خلاص انت هتدخل. شوف شوف ذكاء 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 هنا ذكاء ذكاء ذكاء. شوفوا الحين المحقق كونان مخه. السلام عليكم هلا يا شباب. طبعا بذي الحلقة راح ألعب كذا مراحل خفيفة مناسبة رمضان. طبعا اوه تغير جو القنبة، خذوا ماريو. اوكي طبعا ما راح اخذ بذي الحلقة، ما راح اخذ مراحل من الهاشتاج، فبختار مراحل كذا خفيفة وكذا تكون مرة حلوة لشهر رمضان، وبركز يعني اكثر شيء على مراحل اسمه على مراحل الغاز. احس ان الغاز جدا مناسبه، فجمعتكم انا يعني اربع مراحل اخذتها انا طبعا من اليوتيوب. فيلا ذي المرحله الاولى ايتم بروجريشن بازل، يعني لغز تعقب الشيء يعني او العنصر. لا تنسوا يا شباب ارسلوا لي مراحلكم بالهاشتاج، عادي ارسلوها الحين عادي يا شباب، لا يعني ارسلوها الحين مو لازم يعني كذا. وش يلا خلينا نشوف. والله ما ادري احس ان هذه شوي لخبطه. اوش جاب ذا البلوك اللي يعني صار ذا الاستفهام اخي، اول مره اشوفه. طيب فندخل هنا قفل. طيب شو زين يا الله بدايته كذا لخبطه. طيب خلنا نرجع لشو اسمه للبدايه. ما ادري يا اخي في شيء هنا ولا مفروض في فطر سري صح؟ اوه في هذا هو. يلا 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 يا اخي ما احس انه لغز، هذا احس انه يعني شو اسمه مرحله حظ، انت وحظك يعني. ها احس انه كذا ما دام انه يعني في كذا يعني شيء سري ف... طيب اوكي ما اقدر يعني اروح هنا نروح ما في الا الانبوب، هذا هو الطريق الوحيد. طيب اذا مريت هنا الله بيروح الفطر، ما ابغى يروح. انشوف اذا في شيء. طيب اوكي هنا 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 احس ان الطريق هنا هنا. يلا اوه لازم اخسر الفطر. اوكي 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 شكل لازم اخسره. ناخذ الورده احسن. ها اوكي كذا يا سلام. ما شاء الله تبارك الله صالح، مخ مضبوط صراحه. طيب هنا لا ما ينفع لان في نيران هذه. وش اسوي؟ طيب في شيء هنا لازم يعني كسره، لسه لازم كذا القنبله. طيب كيف اخذ القنبله هذه؟ مقفل كذا. الله هذا الطريق الوحيد، هذا الطريق الوحيد. يلا طيب ايش في عندنا؟ لا لا هذا اللي كان قبل. لا مو بهذا لأنه كان في يسار، يعني كان في على اليسار يعني كذا استفهام كذا. يا اخي والله طرق تشابه. رجعني اروح اشوف وش اللي فوق بذاك الانبوب. يلا 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 لا لا لا, لا. شكلي ضيعت على الفاضي انا، بس ما ينفع كذا ما ينفع. خلونا نشوف وش اللي في تحت هنا. ف ودينا المكان ثاني. نفسه هذا اللي كنت انا فيه قبل شوي. هو يبيني الظهر اضغط البي سويتش وتحول هذول اللي على اليمين القروش، بس وش الحل عاد؟ في شيء هنا؟ طيب ما في شيء، بس لازم يعني اروح الانبوب هذا. يمكن الانبوب ذا ما اقدر ادخله، ما اقدر. لحظة هنا. طيب ما في شيء هنا، بيصير في شيء هنا. ما في ما في يا الله، ليش حاطه المكان يا شباب؟ فهمت، يبيلي اجيب السبرينج. خلوني اوريكم وينه، بس السبرينج ذا ما ادري والله كيف اخذه. بس عرفت، لا 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 اقتلهم والله اللغز بسيط، بس انا صعب وكذا معقد بزياده. لحظه خلاص 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 جيب السبرينج الحين، خلاص رح للبي سويتش. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. طيب يلا جبنا سبرينج الحين، فنروح لا يصير يبي لي هذه سبرينج جمب، ترى والله ما احبها انا مره. ها اي هشوه خلاه يعني شيء مره بسيط. طيب ناخذ البي سويتش، فنروح نرجع. اوكي اضغط هنا، خلنا نضغط هنا. يلا بي سويتش اضغط هنا.
اوكي اوكي بسرعه 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 يا صالح. طيب الحين ايش اسوي بعده؟ وش اسوي؟ اصبر وش اسوي؟ والله ما ادري ما فكرت بصدقون يا خرابي. لحظه اي عرفت 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 الايش عرفت الايش. خلينا نشوف. طيب ايش استفدت انا الحين؟ يمكن اقدر اروح الحين للانبوب هذا. اوه الباو. اوه والحين الظاهر اروح شو اسمه الباكمان هذول السود ادمرهم. والله والله لغز والله صد لغز صراحة. واو دمرتهم كلهم. طيب يلا الحين نقدر نمر. يا الله يا الله والله لغز مرة حلو لغز حلو لغز لطيف كذا بالبداية. ها بالبداية حسيت بصعوبة لكن طلع مرة لطيف اللغز هذا. ها اوكي 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 والله خايف انا ما ابغى اخسر شيء صراحة. يلا خليك كذا بس مدحه كذا بالغش. تعال تعالي هنا تعالي هنا ايوه جبانة يا اخي. اوكي 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 لا 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 لا, لا بدي يطلق نيران. اي شلون كذا يطلق نار كذا قدامي قدام الشاشة. لا 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 لا, لا, لا. اوكي اوكي يلا رح 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 هنا. طيب يوشي هلا والله يوشي هلا 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 يوشي يلا. طيب يوشي شحتاج فيه. اوه اي صح امشي على الشوك فزين زين زين اني حافظتنا على الخودة. والله لغز والله لغز واحس اني انا كونان هنا يعني افكر زين. يا الله اوكي اوكي اوه طيب طيب الشوك اللي عند النيران الظاهر لازم الشوك اللي عند النيران بس ما ادري في شيء يكسره بالخودة يا اخي ما في شيء. لا لا هنا بخسر يوشي انا. يمكن اصبر 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 اصبروا اصبروا يمكن لازم يعني فهمت 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 شوفوا شوفوا الذكاء شوفوا الذكاء شوفوا الذكاء. لا 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 يوشي تعال يوشي تعال يوشي والله الوضع مره خطر لازم لازم يبتل معي لازم يبتل معي. شوف 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 الحين شوف الحين. لا يوشي 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 يوشي, يوشي تعال تعال ايوه ايوه يوشي لا 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 اوه خلاص خلاص انت انت شوف شوف ذكاء 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 هنا ذكاء 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 شوفوا الحين المحقق كونان مخه يا سلام بالله كيف بالله كيف انا يا سلام. طيب انا وش فيه يا الله والله لغز مره حلو يوشي ثاني هنا. طيب ما اقدر يعني اجدع وهذا اليوشي واخذ يوشي جديد يس اوكي اوكي كانت تحميه مره حلوه صراحه مره حلوه مره رهيبه والله تستاهل نجمه تستاهل نجمه فيها ذكاء فيها ذكاء جدا رهيبه المرحله. قولوا لي ايش رايكم يا شباب تحبون مراحل يعني زي كذا برمضان ولا لا؟ فا يب اكيد اكيد طبعا نجمه يستاهل يستاهل والله مرحله مره ابداع. هذه شكلها مره سهله بس نقول ان شاء الله فيها تحدي لان اللي فازوا فيها 53% بس. يلا يلا طبعا يقولوا ون سكرين بازل يعني لغز بس بشاشه واحده. طيب هنا الظاهر اني انا بعلق ها او لا لا ما اعلق تقدر تحس بس بعلق انا ها. طيب هذول يا اذبحهم. طيب حلو اخذت مفتاح خلنا نضرب هذا الباب بعد. اوكي 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 يا الله هذا كيف هذا اصبر لحظه هذا الفوز هنا صح او لا ما اقدر ادخله مقفل. يلا شكل لازم يبيل على اخر حبه صح ها لحظه لحظه يمكن يوشي باخذه صح. وانا ايش قاعد افكر فيه خدرك يوشي هنا يلا يوشي تعال. خذ يوشي وين قز النقطه هذه وانا قاعد افكر بعمق وش اللي يسوي صعب وما ادري ايش بعدين يا صالح اللي فازوا فيها 53% اوكي هنا عاد وش اللي اسويه في نار لازم اخذه في نار وين النار بس اصبروا النار وين ها اوه في والله ما شفت الانبوب ذا اللي على اليسار وش وش ايه طيب اوكي 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 ادخل ادخل الباب هذا اوكي دخلت الباب هذا يلا وش فيه طيب الورده
اخذت المفتاح. طيب ابي الوردة. اوكي اخذ القروش هنا. يا سلام. طيب اوكي فهمت يعني شو اسمه، هو اداني يسار علشان ما ادري. ادري انكم ما فهمتوا، بس لا غلط اللي انا فكرته به. ادري انكم ما فهمتوا بس ترى اللي انا فكرته غلط. طيب اوكي اي الظهر الحين اخذ الورده، اقدر اخذ الورده، ينزلني هنا تحت. لا يا شيخ ابغى الورده. بعدين في 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 قرش ما اخذته الظهر صح؟ ايه في قرشين ما اخذتهم، ما ادري والله كيف اخذهم. اوكي اوه هذا 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 اللي هنا. طيب يلا لازم اخلي يوشي. ها اوكي يوشي اصبر لي شوي، باخذ هذا القرش. يا سلام. لا خذ لك يوشي. ايوه طيب خل هذا يضغط البي سويتش. اضغط البي سويتش. ها اضغط البي سويتش. لا اضغط اضغطه. اساسا احتاج الوردة انا، شلون اخذ الوردة؟ اوه كذا بهذه الطريقة. بس كذا سهلة بسيطة. طيب لحظة لازم وانا صغير اخذ القرش هذا. لا ما يحتاج وانا صغير. ايه اذكر هذا اذا جيت اخذ القرش ذا. اوه يوشي بس يبلعه، كنت احس بعادي. يا صالح انت تفكر بعمق المرحلة، المرحلة ابسط من كذا بكثير. طيب الحين لحظة شوي، كان لازم اصير صغير صح؟ الظاهر كان لازم اصير صغير ايوه علشان اخذ الله. طيب يمكن اقدر ادخل كذا. اوكي حلو قدرت ادخل. لا صالح يا شباب. اوكي اشوى نجوت، لان يا شباب اذا انا دخلت على اليمين اخر شيء خلاص ما اقدر يعني ما اقدر اطلع. لا يوشي لازم معي، يبقى معي قلبا وقالبا. يعني ما اقدر اطلع، لازم اسوي يعني لازم اعيد المرحله من جديد. ها يلا فجر. حلو يقدر يوشي ياخذه؟ لا ما يقدر. طيب شلون اخذ القرش؟ ها هذا القرش الاخير شلون اخذه؟ القرش الاخير طيب ما بقى له هو. النيرة تقدر تاخذهن؟ ما اتوقع. اي صح بس ادخل هنا واطلع وفجر القنبلة، بعد القنبلة بتاخذ لي قرش. خلاص يلا اوكي ما ادري والله ماني متاكد صراحه، بس ان شاء الله. اوكي حلو خلاص الحين انا وياك يوشي، انا وياك الفوز معنا. لانك انت زعدتني بالفوز. لا ترجع. راح هنا خلاص فزت بالمرحله خلاص. يا سلام الله. وحيو والله حلوة، بس أنا تمنيت إنه ما يصير بس في مكانين. يعني ها أنا ما أحب هذه يعني شو اسمه اللي يصير في ون سكرين بازل، هذه حلوة صراحة، لكن اللي يصيرون كذا ون سكرين بازل يعني لغز بشاشة واحدة، ما أدري يا أخي أحس إنه فيه شوي ملل. أحس إنه لازم يعني يخلي المرحلة كذا أكثر من مكان. دانز بازل بوكت يعني لغز صندوق دانز طبعا. لا دان هو اسمه، هذا اسم المصمم دان. ها هذا معناته يعني لغز صندوق دان. طيب هنا وش اللي يحتاج؟ اوكي ما ادري هذا كان المفروض اسويه هنا. هنا ما في شيء. طيب اوكي يمكن كان لازم اروح كذا. اصبر لحظة عرفت بس يبيله توقيت. ايوه ذكي انا والله، ذكي يا شباب. ها بس لا نهائية وما بعدها. بالله كيف ها. طيب خلاص اصغر الحين. ها والحين ايش السلحفاة احتاجها؟ ليش السلحفاة؟ طيب السلحفاة لازم اخذها. ها طيب اوكي ناخذ السلحفاة، بس انتبه لا تطيحة يا صالح. لا كيف؟ اوكي هذا يعني اقدر اسوي ريست. ها طيب حلو خلونا نسوي ريست. ها يلا افضل كذا. طيب ما رجعت السلحفاة هي، لان ما ماتت اصلا. ها لازم اصبر لحظة، ليش احتاجها هنا؟ وش استفيد هنا؟ والله جد. لا صالح مع احترامي لك
فكرت بغباء هنا، فكرت بغباء. كانت لازم يمكن السلحفاة، أتوقع كانت لازم عشان أنقز عليا. يا الله ما تدربت عليا هذه. طيب هنا إيش فيه هنا؟ هنا مات. شوفوا اللي ماتوا كلهم إكسات. بس هذه فيها مخاطرة شوية أحس. يا الله يا الله ماتت. لاحظت شيء يا شباب؟ اصبروا لحظة. ايه ظاهر كذا ايه. بس خلاص بس كذا خلاص بس فيحتاج لي اوزنها صح. يلا اوكي. الله كذا 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 ان شاء الله حلو. ما ادري اذا هي مضبوطة ولا لا. لا يبي له تاخر شوي بس فهمتوا. انا حسبه يعني لازم السلحفاة اجيبه مدري ايش تعقيد. اخرتها طلعت مرة بسيطة. ها يلا اوكي الحين. لا ما تصلح سوى الست. طيب هنشوف الوزنية الحين. ها الحين لا ما تنفع نجر. لا ما ابغى خاطر. شوفوا ابغى بنفس الوزنية اللي بالبداية. اي خلاص هذه مضبوطة، هذه اتوقع انها مضبوطة. ها او لا قم بس قم مضبوط عجل. ها يا صالح اقول شغل راسك بس شوي. عدت من هنا الحين. لا اعمل نفسك ميت. الله يفشلك من موته. الله يفشلك من موته. حتى شوفوا كلامي غير مفهوم. ممتاز. ذكاء. ما ادري وش اللي يسوي ذا الباب. نروح له. لا والله ما ودي. خد شوف وش اللي فيه هنا قدام. الظاهر يسوي ريست هذا بس يعني. ها ايه بس ايوه يعني ارجع. خلاص كذا اختصر. روح الباب ذا على طول. الحين اللغز هذا. طيب لازم ناخذ الفطر. ما اقدر ادخل هنا. فهمت يعني. ها ايوه اكسر هذه بعدين اسوي لك كذا ريست. لحظة لا لازم ريست بطريقتي الخاصة. ارجع كذا. اصبر لحظة يلا اصبر. تدري لا كنت بسوي حركة كذا يعني كنت بسوي انا حركة لكن يعني شو اسمه بايخة اظنه. طيب شلون اخذه الريشة دي شلون اخذه؟ والله ما ادري شلون يا شباب. طيب دمر القنبلة. ها طيب انا كذا انحشرت الحين. بموت انا الحين. لا بموت. حلو سويتها مرة ثانية. اختصاري الخاص ايوه هذا الاختصار اللي انا بسويه. ايش سويت انا؟ خلي الاختصار الخاص ينفعك. ها يلا بس. صالح يلا امشي. ما اقدر ادخل هنا فيلا روح كذا اكسر هذا. هذا الريست حق الخاص كذا. ادخل كذا وافتح هذا بعدين. يا اخي شلون هذه الريشه لازم اخذها بطريقه ما. ما ادري كيف. اوه بالله. اصبروا فهمت شلون بس شغل انت مخك. خليك انت كونن يعني حس باحساس كونن. ها شوفوا شلون اللي ما فاهم الحين. شوفوا كيف. يلا اطلعي يا ريشه اطلعي لا تفشلينا. ايوه بس. يا ريشة بسرعة يا ريشة بسرعة. أيوة. بسيطة خلاص بسيطة هي. بسرعة هي. يا أخي بيلها وش هذا؟ بس خلاص لحقت عليها لا والله كنت قريب مرة.
يا اخي شبر كان بيني بينها. والحين نفس الشيء. بيضيع وقتنا بس مع هالريشه دي. ها بنلاحقها. اوكي 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 كذا 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 كذا. بس هذه لا هنا نفس الشيء. الحين الو بنت حلال طلعي اطلعي. يلا يا ريشه يا ريشه يا ريشه. ايوه يا ريشه بسرعه. يا سلام الحين خلاص لحقت عليا لحقت عليا. الحين اضرب 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 اضرب. ما ادري ليش الموضوع هذا ما ادري ليش انا شيء كبس اصلا ما في شيء. اصبر اصبر بعد فكرت انا بعد انا فكرت يعني الخطوه اللي بعدها لا يخشى البحر. ايوه شغلتها شغلتها. اصبروا حتى هذه فكرت بها حتى هذه فكرت بها. ارجع 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 سوى الريست الخاص فيك يا صالح. ايوه يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هي انت ايش جبت ايش جابت؟ ها تعالي 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 تعالي. ايوه قلي هناك. ها يلا خلاص وده. ارجع 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 ارجع. فكرت بكل هذا والله. يا ابن حلال خلاص الوقت. احنا خلصنا احنا خلصنا احنا خلصنا. يس يا اخي احس اني انا منافس حقيقي الكونان بذكائه وحل الالغاز. يعني هو يحل الالغاز يعني جرائم لكن لكن يعني شو اسمه احس اني منافس حقيقي له. يلا باقي مرحلة واحدة والله ممتعة. المرحلة والله رهيبة يا أخي. ثالث واحد أعطيه نجمة كلهم يا أخي. الاثنين اللي قبل أعطيتهم نجمة وهذا الثالث بعد أعطيته نجمة. الرابع نعطيه نجمة ولا لا؟ خلونا نشوف. ماريو بارتي مشروم رود. طبعا هذه ما هي مرحلة الغاز لكن إن شاء الله تكون يعني مرحلة خفيفة. خلنا نشوف اللي أوكي هذا اللي شو اسمه الورد ريكورد يعني دقيقتين وواحد وخمسين ثانية. يلا 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 يلا. طيب طيب هنا ايش فيه؟ طيب ندخل هنا. ما في شيء ما في شيء. اوكي اوكي يلا يوشي انطلق. يا سلام يوشي لازم سبك يعني. ها اوكي 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 اوكي. ركبت يوشي الحين. ها طيب طيب الحين وش اسوي؟ لا تقولي تخلص من يوشي لازم يا اخي. ما ابي ابيه يبقى معي. لاحظوا السلحفاة هذه بقلبها بس كذا. هنشوف هنشوف اشياء ثانية. ما فيه يا اخي. لازم الانبوب يعني. ها بسرعة يلا. اوكي اصبر 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 لانه سبقني يوشي. يلا يوشي توأم. ايوه ايوه انطلاق. لا الرابعة الرابعة هي اللي انطلاقها. اوكي 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 اوكي. سبقت سبقت سبقت. حلو 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 حلو. اوكي يلا وهنا لازم اتخلص من يوشي هذا. ها يلا انا اسف انا اسف يا اخي. الظاهر كان لازم كان يعني اقدر يعني اخذه معي. ها طيب. والله فكر. أنا كان في دماغي إن أنا بفهم. والله ده أنا طلعت 300 حمار في بعض. لا تسوي حركة غبية لا تسوي حركة غبية خلاص. طيب طيب يلا خلاص بس خلي تنزل السلحفاة هذه. أيوة طيب أوكي دفة دفة الحين دفة خلت تفتح لنا الطريق. ها طيب اوكي الحين الحين يعني وين نروح؟ اوكي هنا ما اقدر اروح لازم الانبوب هذا. خلنا نشوف هنا ايش فيه. يلا 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 والله يوشي بعد ولا يوشي بس. ها يلا يوشي خلنا نركبك. ها تعال خلنا نركبك نشوف ايش فيه. كنت احتاجه والله صراحه. ايه كنت احتاج يوشي. ها لو اني انا تركت كان هنا يعني انقفال عليه من تحت خلاص ما اقدر اخذه. طيب 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 ليش احتاجه ليش احتاجه انا؟ اوكي هنا
طيب وبعدين اوه اوكي اوكي فهمت فهمت فهمت. خذ النار خذ النار خذ النار يلا يلا خذ النار وبعدين يعني فجر هذه ها اوكي لا لا فجر فجر القنبله ها ايش فيك انت يا يوشي اوكي حلو 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 فعلت القنبله الحين آه يلا خلاص اوكي لحظه 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 شوي لا بحبسه 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 حقك وما جاك يا هب من بلا لب تبي تحبس يوشي ها يلا يلا خذ هذه جزاتك هذه جزاتك ها انحبست معه بغيت انسى يا شباب والله ما ينفع احجر يوشي لازم احتاجه علشان اسوي النقص العالية انا فجرت لا صح صح ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج اسوي نقص عالية لا احجره احجر غصب احجره اي غصب طيب 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 يا الله انا والله شرير صدق يا اخي لا لازم حبسها طيب هذي ليش اوكي 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 حلو فجرت القنبلة الحين اروح فوق الصنصير يلا سلام وصلني وصلني خلاص 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 هنا 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 وش فيه هنا عاد نسير كنت تحت اصبر خلنا نشوف ايش اللي فيه هنا ما في شيء اوكي يعني لازم طيب يمين ولا يسار بروح يمين بروح يمين ها طيب ما ابغى ما ابغى هذا ما ابغى الفطر بقى مع اني اخذه هذا بس يلا اوكي يلا يمين يوشي كله يوشي يا اخي المرحله اوكي 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 كيف هذه ها اوه فهمتها 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 كذا 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 لازم ايوه ايوه حلو 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 اطلع فوق ايوه اطلع اثنينكم فوق كلكم ها واو يا اخي حلوه والله المرحله مره ممتعه ها طيب 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 يوشي 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 اوكي 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 يمدين يمدين باوزر وخر باوزر 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 مشكله باوزر مشكله اوكي 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 بعدنا عن باوزر يا الله لا ارجع اوكي رجعته 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 ها يا الله نيران باوزر تقترب اكثر فاكثر ها نيران وش تسوي انت يا ماريو ها يا شباب خايف 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 انا خايف انا اوكي 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 الحين الحين ما يحتاج انقز الحين ما يحتاج انقز ها هد 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 اللعب اوه في نقز في نقز هناك في نقز هناك الله يا الله طيب اوكي يا الله هذه مشكله صراحه ها لا شفت شلون ليش مشكلة؟ لا يوشي يوشي مات اكمل بدونه خل نشوف اقدر اكمل بدونه اوكي اوكي لا لا اقدر 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 لا 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 حلو 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 اشوى قدرت اكمل بدون يوشي طيب ليه رجعني هاي لحظة لا يصير أنا كان لازم يعني في طريق أسهل في طريق أسهل هنا 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 اختصر 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 لا رح رح للطريق الصحيح بلغ إيش ها هذا اللي يصير لما تغش فهمت هذا شوف يا شباب يعني يعطيني الخوذة هذه اللي على اليمين بدون أشواك ولا الخوذة اللي فيها أشواك فأنا أبغى اللي فيها شوك عشان كذا روح اليسار افضل طيب وش ايش اسوي ما ادري ليش انا منزم على اليسار ها طيب نشوف هذا لا غلط يلا هجل الثلاثه الباقيين نشوف شلون ايش معناه هذه تشمب ما ادري اوكي كذا فهمت شلون ما ادري والله اذا انا فهمت ولا لا بس لازم انقز الظاهر وابعد عن نيران باوزر اذا نقزت مشكله صراحه يا الله خلنا نسوي ريسيت طيب ما ينفع ريسيت طيب خلينا نشوف القنابل
الله، ما ادري اذا هذول لازم انقز عليهم ولا، بس خلينا نشوف شخرتها مع باوزر. ها، لا تطلق هنا، لا تطلق هنا، حسبي الله عليك. يا الله، الحين كيف امر انا؟ خلاص يعني بيت ميت. ها، لا انقز يلا. ها، بالله هذا المفتاح هنا. اوكي، بنص بنص يعني بنص 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 بنص، خلاص اوكي عرفنا واللي بنص. شباب شوفوا هنا مكتوب تشنب تشنب، هو هذا. على حسب كلام جوجل، يعني انا دورت يعني وش هذا تشنب، طلع هو هذا يعني الحيوان ذا. خلاص بس خذ هذه وارجع الحين. نرجع يلا. اوكي الحين، يا سلام. خلاص الظاهر الحين هذه كذا. اوكي حلو 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 حلو، بعد بعد عن القبلة، بعد عن القبلة، يصير بك شيء. اوكي حلو، اوكي طيب يلا. اوكي راح هنا يمين اوكي. ما تحسن لو اني انا اخذت يعني شو اسمه الخوذة العادية، كان يمكن يعني بس يرقى فوق. ها، لكن زين اموته احسن. اوكي ما ادري والله فوق كان لازم اروح. ها، ولا مخير بين فوق وتحت. ها، اوكي يا اخي، رح 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 رح. وش طيب؟ لا طيب طيب طيب، على الاقل يعني فتحت لنفسي طريق. ما اقدر اسوي ريست؟ لا يا شيخ، ما له حركه يا اخي، الحركات هذه اكرهها اكرهها. ما له داعي انه ما يخلينا اقدر اسوي ريست. في مجال شباب اني انا اروح فوق؟ ايش فيه؟ اوه مخفي مكان سري. لحظه ايوه اكسر. هنشوف ايش فيه هنا، ايش في عندك؟ ها، ايش في عندك؟ اسرار ها. طيب اوكي، نقز الثلاثيه يبغى نقز الثلاثيه. طيب ايش فيه؟ بس علشان ارجع هناك. يلا 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 اوكي صالح، تستطيع فعلها، يمكنك ذلك. يس سويت. حلو 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 حلو. طيب هنا الانبوب هذا ادخل به. يلا اوكي ادخل الانبوب، ادخل الانبوب. شلون؟ طيب هذه لازم النار حقه، او هي تطلق لي. اوكي اوكي اوكي، خلنا ناخذ النار حقتها. طيب حلو 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 حلو، فجر. اوه باوزر مشكلة والله صراحة. طيب اوكي، واذبحه بعدين. والله باوزر مشكلة صراحة. اوكي حلو 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 حلو، اوكي باوزر لا يذبحني. ثلاثة ورا بعض. يا الله منك يا باوزر، الله يفكني من شرك، بس الله منك يفكني من شرك. خلاص يا ابن الحلال، خذ خوخة وفكنا. انت زعلان كل هذا علشان خوخة؟ اوكي طيب ايش فيه؟ بعد ايش؟ وش السالفة؟ ليش طيب البي سويتش؟ خلينا نسوي ريست احسن. يلا اوكي خلاص، راحت القنابل، الطريق مفتوح لي على طول. اوكي يا الله، بعدها طيب. فهمت 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 شلون. بس لا يذبحني باوزر هذا. اوكي حلو 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 حلو، يمدين. اوكي حلو، وش اللي حاط هنا طيب؟ افتح الطريق ذا. فهي انا، يلا خلاص بسرعة ضغط البي سويتش، وانطلق مثل رود رانر. ها اوكي حلو 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 حلو، بسرعة ما ادري يمدين. اوكي حلو، امدان لحقت. طيب يلا يو الوقت. الحمد لله اشوى في تشيك بوينت. يلا تشيك بوينت هذا يعني المرحلة مطولة. ها اوكي يعني ما خلصنا الحين. يا ساتر. اوكي بوس زعيم. اوكي عشان كذا تشيك بوينت. عشان بس هذا الزعيم. اوكي خلاص ان شاء الله اخر شيء هذا باوزر. يلا يا ساتر بس كذا هج منه ويوشي يساعدني الظاهر، يعني كذا طلقوا علشان يساعدني. اوه لا، وش وش فهمت؟
اوكي اوكي يعني لازم اركب الغيمه. حلو 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 اركب كذا. لا 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 اوكي 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 دانا هد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب لا باوزر باوزر يا الله. حلو 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 حلو. طيب رح تحت حشر نفسك فوق ليش؟ تحت تحت رح تحت تحت اسهل تحت اسهل. اوكي حلو 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 حلو. وباوزر بعيد عني باوزر بعيد عني. اوكي هالمره بعيد. اوه لا 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 تقرب. ابعد 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 ابعد. طيب الحين ايش؟ اوكي 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 كذا 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 كذا. لا هديت شوي. مره اسرع مره اسرع. ها يا الله وش يصير طيب لو خليته يروح فوق هو لحاله؟ راح بس بسرعه 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 بسرعه. خلنا خليه يروح فوق. اوكي لا 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 لا. اوكي جا ولده. اوكي 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 اوكي. لا 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 لا. نجمة نجمة خلاص خذ النجمة وارتاح. وبس هذه لو اضبطها انا من البداية كان الامور بالسليم. حلو 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 ضبطها ضبطها. يلا اعطوا النجمة اعطوا النجمة نجمة نجمة. الله يا الله كله من ولده هذا. خذ خذ ازين ازين ازين. خلوا يجي لبو خلوا يجي لبو. وين لبو وين لبو؟ والله ما لا 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 خلاص خلوا خلوا لبو يمكن احتاج النجمة يمكن احتاج النجمة. اوكي لا ما احتاجها ما احتاجها ما احتاجك. يا ليتني انتظرت انا علشان اذبح لبو. ها طيب يلا حلو حلو حلو. اه الفوز خلاص. لا لا ما يصلح تموت يا صالح انت مشكله. يا الله الحمد لله فزت. ان شاء الله يا شباب نلعب مراحلكم ابتلوا يعني ارسلوا لي ارسلوا لي مراحل يا شباب. يعني الحلقه الماضيه بلعب يعني مراحل خفيفه بس ارسلوا لي مراحل حتى لو يعني انا ترى يعني اخذ المراحل القديمه مو بس الجديد اخذ بس برجع يعني المراحل في مراحل يعني ظهر يعني يعني جتني من اول حلقه او من ثاني حلقه بلعبها يعني لا تخافون. ها ارسلوا لي مراحلكم بالهاشتاج صالح ميكر. ها حتى لو انا بلعبها بعد شهر عادي ارسلوا الحين ارسلوا الحين عادي يعني مو مشكله. مشكلة متابعة صالح كان معكم نشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم. قولوا لي إيش رأيكم المراحل هذه تنفع برمضان ولا لا؟ روقان كذا هذه المرحلة الأخيرة يعني فيها كذا التحدي لكنها يعني يعني صراحتها مرة حل يعني مرة حلوة وأحس إن فيها لذة يعني إذا تم شفتوها برمضان. ما أدري قولوا لي رأيكم أنتم. سلام.